واحة ورقلة. كانت وجهة الوزير الأول عبد الملك سلال وطاقمه الوزاري في زيارة تفقدية للولاية. تدعيم القطاع الفلاحي بالمنطقة ضرورة ملحة من خلال فتح المجال للكفاءات الشبابية. الناس هادو اللي عندهم إرادة عاونوه باغيين يخدموا عاونوه بأرض ربي واسعة. صح، حنا بينا باغيين نحلوا المشكل نهائيا نتاع الفلاحة. احنا مغطين تقريبا 72% تاع الحاجيات المواطنين، مازال ننتج اكثر باش نبدا نصدر. الماء احد ركائز التنمية الشاملة، فالوزير الاول عاين محطة لإزالة الأملاح المعدنية من المياه بعين الصحراء بالنزلة بقدرة 34000 متر مكعب يوميا. ليتوقف سلال عند مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالحجيرة، تصل قدرة المحطة الى 30 ميجاوات. تلقى الوزير الأول شروحات حول محطة أخرى لتوليد الكهرباء طاقتها تصل إلى 660 ميجاوات، نسبة الإنجاز قاربت 80%. المدينة الجديدة بحاسم سعود هي أيضا ضمن زيارة الوزير الأول وطاقمه الوزاري. المدينة استفادت من مشروع 2000 سكن عمومي إيجاري. التركيز على تصميم هندسي متميز للمشروع هو ما شدد عليه سلال. هنا ولينا كما في الشمال، هذا غير مقبول. شوف اللي نمو هذاك، تقول رانا في باب الزوار ولا في وسمو هنا رانا في الصحراء. دابور يفو كاسي، حبسو تو سويت داكور فولونسي فو 2000 لوجمون، بصح بنا بنط معماري تاع الجنوب. اختتم الوزير الأول زيارته للولاية بمشروع المركب السياحي ببورهيشة. تلقى هناك شروحات لازمة حول المشروع الذي يهدف إلى خلق حركية في القطاع السياحي بالولاية. فالتنمية المحلية الشاملة هي بتحقيق تكامل بين عناصر هوية المنطقة.